معليش اخوي ما تشوف انت؟ ما انتبهت ها؟ ما انتبهت انا ما ما تشوف مارون قدامك؟ عيب قاعد تسويه عيب عليك شكلك لسه ما ايش؟ شكلك لسه ما صح ها كذا احسن؟ جرح صين يا نوم جرح انا علمك لنا وانا بكز وانا طيقة كمان الو السلام عليكم فضيلة الشيخ كيف حالك انا عندي استفسار طال عمرك عندي اليوم من غير قصد جاء ماي على طرف لساني وعلى شفة العلوية وقليل دخل في جوفي بس من غير قصد اي ما كنت ادري يعني صيامي ما تجرح الله يجزاك خير الله لا يهينك اي الحمد لله اصلي شكرا لك يا شيخ اللهم لك الحمد اللهم تقبل صيامي يا رب ما يبون نصوم اهدى من كذا يا جماعه تكفون الاخلاق في الصيام شوي كل واحد نفسيته هنا ويجي واحد يشطفه بالسياره يسبه سبه أو ثلاثة ولا يسبه كذا طوابق عرفت سبع طوابق فوق بعض أجابه ولا بجابه أقول ليش أهدى من كذا يرحم والديكم شوي يعني الموضوع كله الصيام مو بس جوع وعطش الصيام أخلاق الصيام صبر خف على العالم الله يعطيك العافية يا أستاذ فهد يعني كلامك على العين والرأس لكن يعني لمتى والتشليك هذا يعني ترك قمت تجامل واجد يعني وش تبيني واحد ماسك اليمين بيسقط علي يعني تبيني ابتسم له مثلا انتو برنامجكم مخيس هذا تضحك علينا انت ها كم باقي عذاب المغرب يعني ترى العصبيه ما لها داعي يعني حتى الدوامات مراعينا معطينا 6 ساعات دوام بس الظاهر حتى هذا في ناس مو عاجبهم يا ابو الشباب يا اخوي صار لنا 7 شهور نستنى معامله يا اخوي هذه ما هي حاله يا اخوي يا اخي شاف الدنيا صيام ثلاث تزعجنا ها والواحد اذا رجع من الدوام فتح له التلفزيون تطلع له مناظر تثيره مناظر تجرح صيامه عيب جعت؟ ها؟ جعت؟ إيه جعت رمضان عارفين وحر وعطش لكن مو مشكلة احتسبوا الأجر كويس يعني وإحنا في برنامج لا أكثر هنا بنساعدكم هذه بادرة طيبة من عندنا اعتبروها طرق لتجنب الحر الطريقة الأولى تدق على جارك اللي عنده مسبح هلا اخبارك كيف الحال شو اخبارك تمام ماشي الحال طيب اسمع بس بقول لك كرتنا طاحت في حوشكم تروح اخذها اي هو حياه اوكي يا رب سلامات لا وين كورة ما لقيت كورة لا مو مشكلة اشتري واحدة ثانية ان شاء الله يلا شوفك على خير تفضل الطريقة الثانية وزارة السعادة يا رب الطريقة الثالثة تخوي لك واحد جزار اللحم ده اصلي يا اخوان اللحم ده اصلي وزارة التجارة طال عمرك عندكم هنا
ألو السلام عليكم، كيف حالك يا فضيلة الشيخ؟ الله يجزاك خير، أنا عندي استفسار صغير. إيه اليوم وأنا كنت ماشي بسيارتي وماشي في يعني في حالي كنت، فجأة لقيت إنه سندويش فلافل دخل في 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 بطني، ما أدري بدون ما يعني بدون ما لاحظ، وبعدين فجأة دخل في جوفي عصير، إيه بغير قصد.